أطفال لقد بهدلتك وذهبت، لم تفعل لها شيئا. ها، ماذا تريدين أن أفعل لها؟ يوجد قوانين في هذا البيت، لكنها أغضبتني جدا، أغضبتني. أرجوك ابقي هنا، العبي في الحديقة. لا أستطيع أن أخذك معي. تشاهدون قناة Kids Toys by Amoon. هي صباح الخير. ها، صباح الخير يا جيمي، إلى أين أنت ذاهبة؟ أنا ذاهبة إلى متجر الحيوانات الأليفة، أريد أن أشتري بعض المستلزمات لقطتي. فكرة جيدة يا جيمي، انتبهي على نفسك. حسناً، مع السلامة. هل أنت جائعة؟ حسناً، سوف أطعمك الجزر التي تحبيه. أين هو الجزر؟ أين جزر أرنوبة من أكله؟ صباح الخير يا نايا، ماذا تفعلين عندك؟ طبعاً من أكل جزر أرنوبتي؟ رأيت نايتفول وسبايس يأكلون الجزر في غرفة التلفاز. ها؟ يأكلون جزر أرنوبتي؟ هذا ليس عدلاً. لا تحزني يا أرنوبتي، سوف أشتري لك المزيد. قبل أن أشتري أريد أن أعلم لماذا أكلوا جزر أرنوبتي. أعلم هذا يا نايتفول، لذلك نحن أصدقاء، أحب الشخصيات القوية. هاي نايتفول. هاي نايا، لماذا أنت غاضبة؟ ما بك؟ من سمح لك بأكل الجزر الذي وضعته في الثلاجة؟ لماذا؟ إنه ليس لك، إنه لأرنوبتي. لماذا تحدثيني هكذا؟ أنا الزعيم. أنت لست زعيم، الزعيم لا تكون لديه هذه الأفعال. ها نايتفول، لقد بهدلتك وذهبت، لم تفعل لها شيئا. ها، ماذا تريدين أن أفعل لها؟ يوجد قوانين في هذا البيت، لكنها أغضبتني جدا، أغضبتني. هنا يا نايتفول، غاضب منك جدا. أعلم هذا يا جولدي، لكني لا أهتم للأمر. هيا يا أرنوبتي. هاي ألوآل، كيف حالكم؟ هاي كيف حالكم؟ إلى أين أنتم ذاهبون؟ نحن ذاهبون إلى مطعم البيتزا. واو، بيتزا، كم أعشق البيتزا، أريد الذهاب معكم، إني جائعة. حسناً يا نايا، هيا تعالي. هيا هيا يا أرنوبتي، نريد الذهاب. نايا، لا يجوز اصطحاب الحيوانات الأليفة إلى المطعم. لا يجوز اصطحاب الحيوانات الأليفة، لماذا؟ هذه قوانين المطعم يا نايا. حسناً، سوف أترك أرنوبتي في المنزل وأأتي. أرجوك ابقي هنا، العبي في الحديقة. لا أستطيع أن أخذك معي، لا أستطيع أن أخذك معي، سامحيني. سامحيني يا أرنوبتي، إني جائعة. أرنوبتي حزينة جداً. جداً سامحيني. وجدت خطة للنيل من نايا. ها؟ ما هي؟ حسناً. فيرس، انظري، إن الأرنوبة تبكي. بالطبع سوف تبكي، لقد تركتها وذهبت. لقد تركتها نايا وذهبت. حسناً يا نايا. يامي، إنها البيتزا، من طلب بيتزا؟ نحن من طلبنا البيتزا، أتريدون أن تأكلوا؟ ياي، نريد أن نأكل. ها هي البيتزا التي طلبتوها. ها، شكراً لك. هيا لندخل، أنا جائعة. هي أيتها الأرنوبة، لماذا تبكين؟ هي، أتريدين الذهاب إلى نايا؟ حسناً، سوف أدعك تذهبين إليها. هيا لكي تخرجي. لماذا فعلت هذا يا نايتفول؟ لماذا فعلت هذا يا سبايس؟ هيا لندخل لنكمل تناول البيتزا. Yeah.
نوما جميل. لا أرى أرنوبتي، أين أرنوبتي؟ أين هي أرنوبتي؟ أعتقد أنها في الداخل. أرنوبتي أرنوبتي. عزيزتي أنا آسفة، لقد ذهبنا لتناول البيتزا لم نكن نعلم أنها سوف تذهب. آسفة جدا. الذنب ليس ذنبك يا ميرس، إنه ذنبي، لقد تركتها، كنت أعلم أنها حزينة جدا. لا تتأسفي يا ميرس، إنه ليس ذنبك، إنه ذنبي أنا. نايا لا تبكي، ها هي أرنوبتك. أرنوبتي أين هي؟ ها هي، لقد أحضرتها لك. ها أرنوبتي، لماذا تركتني وذهبت؟ أنا لا أستطيع العيش من دونك. جوري، أين وجدتها؟ أقول وجدتها، لقد لحقت بها، ماذا، لا أريد مشاكل. هل أقول لها ما حدث؟ لا يا عزيزتي، لا تقولي لها ما حدث، لكن سوف أعاقب نايتفول وسبايس على فعلتهم. حسنا جوري، قولي لي ماذا خرجت أرنوبتي؟ لا شيء يا عزيزتي، ها هي، المهم أنها رجعت. أما أنتم سوف أعاقبكم. ها؟ أتريد أن تعاقبنا؟ نعم سوف أعاقبكم. ها هو الحيوان الأليف. لماذا أحضرتها لنا؟ نحن لا نملك حيوانات. أعلم أنكم لا تملكون حيوانات، لكن هذا الحيوان سوف تعتنون به. أنت يا نايتفول سوف تعتني به في الليل، وأنت يا سبايس في النهار. حسنا لنرى الحيوان. الحيوان، يا أولا لنتعرف، ما هو الحيوان الذي سوف تعتنون به؟ واو، ها هو الحيوان الذي سوف تعتنون به. لا أحب الحيوانات الأليفة. ولا أنا. لكن سوف تحبونها عند الاعتناء به. لنرى من هذه الشخصية. ها هي، انظر ما أجمل الفراء. حسنا سوف تنزعون الفراء أولا حيثما أرى القائمة. بالعودة إلى قائمة ألوال سبراز فلافي بيتس. واو، إنه حصان بونيتا بوريتو. إنه حصان بونيتا بوريتو، حصان هذه الشخصية، أتذكرونها؟ فقط تبقت لدينا الأخت الكبرى، سنحاول الحصول عليها في حلقات لاحقة. وهذه الشخصية تتبدل في الماء البارد أو الدافئ. حسنا لنرى هذا الحصان، هل أكملتم؟ واو، عمل جيد. حسنا لنضع هنا بعض الماء البارد لنرى إن كان يتبدل. نعم هو يتبدل، انظروا لقد ظهرت هنا القفص الصدري. هل سوف نعتني بحصان؟ إن العناية به صعبة جدا. أعلم هذا يا نايتفول، لكن هذا هو عقابك. حسنا دعونا نتعرف على هذه الأكياس. ها هي حافظة الماء. أكسسوار أصفر جميل على شكل قلب. ها هو مشطها الأصفر يا سبايس ونايتفول، لكي تشرحوها كل يوم. ها هو اكسسوار على شكل ورد. هيا يا سبايس دعيها ترتدي. حسنا حسنا. وأيضا هذا، وها هي الثياب. هيا يا سبايس ونايتفول دعوها ترتدي. لقد ارتدت. واو، جميلة جدا. نريد أن نسألك، ماذا هنالك يا سبايس؟ ماذا سوف تنتهي مدة العقاب؟ سوف تنتهي مدة العقاب عندما نحصل على الأخت الكبيرة. متى سوف تحضرين كرة الألوال أندرات؟ جميع المتابعين يريدونها، أنا قرأت جميع التعليقات. أتمنى يا أصدقاء
أن تكون الحلقة قد أعجبتكم. لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك ليصلكم كل جديد. مع السلامة في حلقة أخرى من ألو ألسبرايز.